تقدم الاخر يعني. انما مطلوب المفروض طبعا يكون موجود ان انت دي من الاساسيات دي، انما وزن لا يعني، انما دي من الاساسيات المفروض يكون معاك يعني. لو يكون معاك انا بعرف امنع الكمبيوتر طيب ماشي حزم. مش هقول يعني مثلا في هندسه مش عارف، احنا بنقول يعني دي من الاساسيات، انما مش وزن بقى معاك اصلا. اوكي جميل. معلش بس هو في كتير من الناس بتشترط ان انا اشترك في عمل تطوعي سياسي او اجتماعي هناك في المانيا، هل ده هيبقى يتعارض مع شغلي ودراستي ولا بتشتغل انك تشتغل هناك ولا تكون اشتغلت هنا؟ لا عمل تطوعي بعد ما اروح هناك، يعني بيشترط ان انا بعد ما اخد احصل على المنحه ان انا عشان اكمل فيها لازم عمل تطوعي. متاكد ان عمله دي هتاثر على الدراسه، لان العمل التطوعي بعدد ساعات بسيطه فمش هيكون مؤثر بشكل كبير. بس هي كويس ان انت نبهت النقطه دي، ذكرت النقطه زي دي. هو اصلا برضه من ضمن المرجحات اللي انت تحطها في السي في بتاعك واللي للاسف لا يمكن اثباتها ان اي حد هنا ممكن يحطها كده وخلاص، طبعا مستغرب في الجزئيه دي، ان انا ممكن اكتب ان انا كنت بشارك في عمل خيري. انا كنت بشارك في مؤسسه رساله مثلا لمده سنتين، كنا بنعمل مثلا بيوت في الصعيد او مش عارف بعمل ايه. ان انا ممكن هنا للاسف في مصر اكتب اي نشاط خيري انا كنت بمارسه، ودي هتكون من ضمن المرجحات لقبولك كشخص، لان نشاطك المجتمعي بيفرق كتير ان انت تتقبل. ليه؟ يقول لك ده شخص مش منعزل، ما عندوش توجهات متشدده، ما عندوش توجهات متطرفه، هو نفسه هيجي هيندمج في المجتمع فيكون مرجح ليك انك تقبل. هي في النهايه برضه زي ما قلنا ناس مقدمه من كل العالم، اقبل واحد على اساس ايه؟ لازم في ميزه. الميزه قلنا الشخص ده نشاط اجتماعي، ده ليه نشاط رياضي. وطبعا انت لو ليه نشاط رياضي وليك اثبات فعلا انك مثلا كنت جاي مركز في بطوله كذا، سواء بتاعت مصر بتاعت العرب بتاعت افريقيا، طبعا ده يبقى جميل جدا. طبعا ده مرجح قوي جدا انه دايما هو بيدور على المتميزين. انت عندك تميز في مجال ما حلو، تعالى ادرس هندسه والعب بوكس تمام مفيش مشاكل. حلو انت مش بتلعب بوكس وكنت داخل بطوله العرب، حلو تعالى. ما يعني هو عايز تميز للبلد بتاعه، هو برضه مش بص ان انت هندسه يبقى مهندس بس، تعالى تيجي تعالى العب بوكس مش مشكله، حلو برضه خدنا بطولات، حلو مش مشكله. فهو انت متميز في مجال، تعالى من المجال المتميز بتاعك. فهو بيبص لحته زي دي. فانت لو عندك اي تميز في نشاط فني ثقافي تطوعي انساني اجتماعي بتمثل رياضي كلام من ده، كل ده بيكون من ضمن المرجحات اللي انت تحطها في السي في بتاعك بالمناسبه. طب السي في ده في نقدمه السفاره مثلا ولا لا؟ طبعا السي في ما تقدمش السفاره، السي في بيتقدم لو انت مثلا بتراسل شغل، بتراسل جامعه، بتراسل كذا، بيكون ضمن الورق بتاعك، انما مش بتقدم السفاره نفسها يعني. يعني التميز الرياضي يفرق في قبول الجمال؟ ويفرق عن السفاره نفسها يعني. انت لما المعلومه زي دي انت بتحطها تكون في ضمن الورق بتاعك برضه، بيكون من ضمن المرجحات ان السفاره تديهم اوكي من هنا. فدي كويسه انت في تميز رياضي طبعا. ان انت حتى يعني خطوط الجامعه بلاش افريقيا بقى والعرب الكلام الكبير ده، ان في خطوط الجامعه كنت جاي كذا، فده طبعا بيفرق كتير في حته. طيب ترجع للدراسه، بنلف نلف عشان تدخل المانيا لازم يكون معاك الماني. طب عشان تتعلم الماني محتاج ايه؟ محتاج تتعلم الماني يعني محتاج تعمل ايه يعني؟ لغه جديده احتاج ان انا اتعلمها. طيب الالماني ده هتعلم فيه ايه؟ طبعا انت لو جبت واحده المانيه تبقى عمليه بسيطه خالص، تقدر تاخد الاي 1 بس وتسافر لها، وبعدين هناك ربنا يسهلك وتدور على شغل والوضع يبقى مختلف جدا. بس سيبك من حته ان انا ايه متجوز واحده المانيه، ده هحتاجه انا او هينفعني انا فيما بعد. ايه؟ ان انا لو ما اتجوزتش هناك واحده المانيه وكنت متجوز مصريه او هرجع اتجوز واحده مصريه، ان هي نفسها تحتاج تاخد الاي 1 بس لو مثلا 3 شهور، وتاخد الاي 1 امتحان بسيط وكل بينجح فيه وتجيلي، فهي مش هتحتاج تاخد كتير. لو انا متجوز بالاي 1، لو انا هتجوز او يعني هتجوز واحده مصريه فاقدر ان انا اخد الاي 1 وده يكفيني ان هي تسافر ليا هنا. انما لو انا هدرس او هشتغل هحتاج اخد مستويات عامه. هي اللي تاخد ما احنا قلنا انا سافرت خلاص واشتغلت وعايز استخدم زوجتي، هي تاخد الاي 1 بس. لو انا متجوز المانيه ورايح لمراتي هاخد الاي 1 بس. انما طبعا احنا ماليش دعوه بالزوجه اللي هتيجي فيما بعد دلوقتي، ولا ان انا متجوز المانيه، احنا بنتكلم في الطبيعي ان انا هدرس علشان اروح اشتغل، هدرس عشان اروح هدرس اللغه عشان اروح ادرس في جامعه، طب هندسه صيدله اي دراسه كانت مكانت تمريض زي ما يكون. اولا دراسه للشغل ابسط، دراسه اللغه للشغل ابسط من دراسه اللغه للدراسه في الجامعه.
انت لو هتدرس لغه علشان تشتغل محتاج انك تاخد حد بي 2 بس، يعني تاخد اي 1 اي 2 بي 1 بي 2 اللي هو يعني مثلا ممكن في سنه او اقل من سنه تكون مخلصها مثلا مرتين في الاسبوع، مش بتاخد يعني دراسه بقى اللي هي متفرغه او حاجه زي كده. فمرتين في الاسبوع تقدر في اقل من سنه تكون دارس الى ما. لو انت هتدرس لي هدرس اللغه الالمانيه علشان اروح ادرس في جامعه، الوضع بيبقى اعلى بشويه، وهنتكلم فيها بالتفصيل قدام. دلوقتي واحنا بنتكلم عن الدراسه الجامعه، ان احنا بنتكلم انا هشتغل ممكن 10 11 شهر اكون خلصت الالماني، بس طبعا لازم فيها شويه مجهود بعمله يعني، واقدر ادرس هنا في المنصوره، مش لازم اروح معهد جوته في القاهره ولا حاجه. لو انت تقدر تدرس في اي مكان مع اي حد، بس في نهايه الامتحان في معهد جوته، لان هو مش بيعترف بالشهادات المصريه، لانه طبعا لو على الشهاده المصريه انا هجيب له شهاده ان انا معايا ماجستير في اللغه الالمانيه، مش معايا البي 2 ولا السي 1، وهنقدر نجيبها يعني اللي تكون حتى كذا ألف. هجيب الشهاده ان انا معايا ماجستير في اداب اللغه الالمانيه مش كذا وكذا. يعني مش دكتور والله، ممكن كمان يعني عادي ممكن، بس الدكتوراه تبقى غاليه شويه فخلاف الماجستير. القصد يعني ان الشهاده مصيره للدرجه، فهو يقول لك لا تعالى ادرس في اي مكان، وتعالى امتحن عندي في معهد جوته. فانت بتدرس اللغه في اي مكان، ممكن تدرسها طبعا سيلف ستادي، يعني مش لازم انت تدرسها في كورس، انت ممكن تدرسها مع نفسك. بس بشكل عام بغض النظر عن ان انا مدرس لغه وان انا اقول كده، لا بشكل عام دراسه اللغه في كورس افيد واسرع وادق واحسن بكتير من ان انت تدرسها مع نفسك. اللي بتدرس مع نفسه ده المفروض واحد ظروفه لا تسمح لسبب ما ان هو يدرس، يروح كورس مثلا، معيد الكورس مش متناسبه معاه، يعني المهم لسبب ما ظروفه لا تسمح. فاوكي ممكن تعملها سيلف ستادي، انما سيلف ستادي ابطا وفيها اخطاء كتير وفيها اشكاليات كتير ان انت ممكن تدرس ان انت تدرس لوحدك. بس زي ما قلنا برضه في ناس بتعملها وبتوفق، بس برضه بيكون عندهم في مشاكل في الكلام، يعني او ممكن يخش الامتحان وينجح بس برضه كلامه مبقاش دقيق قوي او مظبوط قوي، يبقى برضه كلام فيه تكسير او فيه نطق مش ظريف. طبعا ممكن تروح تدرس المانيا الالماني في المانيا مش بس هنا، يعني انت هنا ممكن تدرس لحد البي 2 وتخلصه، وبعدين تروح تمتحن البي 2 وتاخد الشهاده وانت بتراسل الناس، تكون بدات اصلا مراسله من قبل منها. انما ممكن تروح تدرس في المانيا، بس مش هتدرس في المانيا من الصفر، هو في المانيا يقول لك هات لي اثبات انك عندك جديه في دراسه اللغه. يعني يقول لك اثبات ايه؟ خد الاي 1، يقول لك خد الاي 1. انت ما تجيش مثلا واحد ابيض كده تقول انا عايز ادرس الماني في المانيا، كان كل الناس عملت الخطوه دي، يعني مكلفه جدا. يقول لك لا خد حتى الاي 1 هنا، تعمل لي اثبات انك عندك جديه انك بتتعلم الماني فعلا، مش كلام في الهوا كده بالسلام، انت بتتعلم الماني وتعالى لي. بس طبعا الموضوع هناك مكلف جدا، يعني انت مثلا ممكن تتكلف الموضوع ده نفسه، ممكن يكلفك علشان تدرس لغه في المانيا، ممكن لو تاخد الكورس اللي انت هنا مثلا ممكن تاخده 3000 ونص او حاجه، كورس لغه بالامتحان مثلا ممكن يبقى 5000. انت هناك كاقامه وكدراسه ممكن من 8 ل 10000 يورو. انت بتتكلم تقريبا 80 ل 100000، 80 ل 5، من 80000 ل 5000، لا طبعا فرق شاسع واسع كبير جدا جدا يعني. نظريا انت ممكن تدرس في كورس، ممكن تدرس مع نفسك سيلف ستادي، ممكن تسافر المانيا تدرس. بس طبعا تسافر المانيا دي مكلفه قوي 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 يعني، جدا جدا جدا. بخلاف ان انا قلنا ان انا هنا قابل 5 ب 80 او 5 ب 100، لا يعني بعيده قوي، هدفع 100000 جنيه عشان اتعلم لغه؟ لا مش للدرجه يعني، مش للدرجه. طبعا في فروق ما اختلفناش، بس الفروق الماديه برضه ايه؟ كبيره قوي قوي يعني، مكلفه جدا جدا. علشان تدرس سيلف ستادي، السورسات الالمانيه موجوده على النت، سواء كتب الكورسات، سواء الصوتيات، سواء الفيديوهات، كل موجود على الانترنت. يعني حتى اللي عايز يدرس سيلف ستادي ممكن يتراسل معايا، يقول لي اجيب السورسات، يعني في ناس بتتراسل معايا مش شغاله معايا، يقول انت ممكن تعمل كذا وكذا وكذا، او ممكن نقول له نشيله اللي عايز يدرس مع نفسه ظروفه لا تسمح بكيف. هنقول لك هتجيب السورسات دي منين، تنزل ايه افضل حاجه ممكن تتكلم منها. بخلاف السورسات اللي هي موجوده على الانترنت دي، في اللي هو الكتاب بتاعي اللي هو كتاب القنطره، ده كتاب شرح قواعد الالماني من الصفر لحد السي 1، يعني ده اكبر كتاب قواعد